شارك في مراسم رفع العلم الوطني ممثلون من حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة والوكالات التابعة للحكومة المركزية الصينية مكاو وأهالي مكاو من مختلف الأوساط. ومع عزف النشيد الوطني بدأ يغني 50 طالبا من مدرسة خاوجيان الثانوية النشيد الوطني أولا، ثم شارك في الغناء جميع المشاركين. فيما أقيمت عروض التمارين الرياضية للشباب والتمارين الرياضية الجماعية العامة، والتقط العديد من أهالي مكاو والسياح صورا في الميدان. مجتمعنا مستقر ومستوى معيشة السكان يشهد تحسنا مستمرا، كما زاد دخل رواتبنا بشكل ملحوظ. شهدت أنشطة صناعة المعارض زيادة مضطردة بعد السيطرة على تفشي كوفيد-19 في ماكاو، حيث زاد عدد المعارض المقامة في الربع الثالث 60% عما كان عليه في الربع الثاني، ووصل عدد المحاضرين إلى 300 ألف شخص. أصدرت اقتراحات للخطط الخماسية 14 التي تشير إلى اتجاه أوضح لتنمية ماكاو، أي تعزيز التعاون بين ماكاو ومنطقة هونغجين التابعة لمدينة جوهاي، والاندماج في تنمية منطقة خليج كواندون وهونغ كونغ وماكاو الكبرى.